أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. إنجي خوري تستفز السعوديين بهذا الخبر بعد مقطع بكائها بسبب تسريب مقطع غير أخلاقي لها. أثارت المشهورة السورية إنجي خوري جدلا واسعا بأول قرار اتخذته بعد أزمة تسريب فيلم غير أخلاقي لها. وأظهرت إنجي خوري بفيديو عبر حسابها على سناب شات أعلنت خلاله عن تواجدها قريبا في السعودية. وقالت إنجي عن قريب راح أطلق على السعودية، ولم تحدد السورية المثيرة للجدل هدفها من الزيارة وما إذا كانت بدعوة رسمية أم لا، ولكن تعليقات الناشطين جاءت كالتالي: مثلها مثل اللي يجون، وننتظر تكريمها من قبل سعادة المستشار. وكتب آخر: ما تقدر تيجي إلا بدعوة رسمية أو زيارة عمل، لأنها من الدول اللي ممنوع تأخذ فيزة سياحة. وبينما أتمنى آخر أن يتم منع إنجي من دخول السعودية قائلا: يا رب يمنعوها. وعلقت ناشطة ساخرة: خشي خشي كلهم جوا أصلا. وسخر آخر أيضا معقبا: أبشري راح يفرشون لك الأرض من فرش، وسيارة مرسيدس موديل السنة، وإقامة مجاني في أفخم فندق، والكل راح يمشي تحت رجولك. وهذا وقد نشرت إنجي صورة جريئة لها تكشف عن جزء حساس من صدرها معقبة: لو شو ما عملتوا هالمرة ما راح تكسروني. وارفقت إنجي الصورة بإيموجي يد يعمل علامة إيحائية خارجة. وهذا وقد خرجت إنجي خوري في مقطع فيديو تنفي في صحة المقطع الإباحي المتداول زعمة أنه مركب. وزعمت إنجي أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهي عليه. وكما تابعت حديثها قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ليش عم تأذوني؟ أنا صار لي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا، تركوني بحالي، عم تركبوا لي أفلام إباحية، هاي مش أنا، خاف والله، حلوا عني، حلوا عني. حلو. هاي الفكرة. ومن فترة كنت بقاتل على فكرة. وعن قريب طلع السعودية. بس هاي كيفكم؟ في فيديو نزل انه بنت ماشية حدا حاطت ايده من تحت بدر شام يعمل لها بالزلط، وماشية حاطين وجهي او حدا مثلي او ما بعرف شو عاملين اللي هو، فعم يبعثوا لبعض وعم بيقولوا انه هيدي انا. هاي تاني مرة بيعملوها فيني، حسب الله ونعم الوكيل، بس رح اقول مش اكتر من هيك. يعني انتو تتركوا الدنيا كلها بس بتشوفوا علي انا، يعني وليش انا بالذات اذيني؟ ما عم بفهم. انا 9 أشهر كتبت على السوشيال ميديا، تركوني بحالي، تركوني بحالي، بتركبوا لي افلام سكس وبتحطوها فيني، شو بكن يا عمي؟ ما بتخافوا الله؟ لك حلوا عني، حلوا عني، حلوا عني، هاي مش انا، شو بكن، شو بكن، خافوا الله.